ومع انه الريتم يعني تاع قبل رمضان وبعد رمضان يتغير، كاين اللي يحضر يعني اللي يجتاز الامتحان قبل في الافطار يعني بعد السحور، كل واحد وكيفاش يعني حكينا يعني الاجواء هي دركا على بالنا احنا يا رمضان كيف يتبدل، يتبدل الريتم تاع الحياه نتاعنا، يتبدل الريتم اولا تاع الرقاد نتاعنا. كي يتبدل الريتم تاع الرقاد نتاعنا اوتوماتيكمون راح يتبدل البروغرام تاعنا تاع لا جورني تاع تسمى هو اون جينيرال شاك ايتوديون سي لو بروغرام يخرج عليه. كيما انا شخصيا نسين نفضل نقرا في الفتره المسائيه بعد الفطور، واحد يكون فاطر تسمع عندك لينرجي ريكوبيرينا شويه مع الجو وتكون مربوزي شويه عندك لينرجي تقدر تقرا تريفيزي وتافونسي. لما انت من الناس اللي يفضلوا الفتره فتره قبل الفطور ولا بعد الفطور؟ لا بعد الفطور. قبل الفطور حاولت اني انا لا لا لا, لا. قبل الفطور تكون فاهم على جوني تقرا غلبان من نفس ما تيت فتره تاع رمضان نتوجهوا دائما للناحيه الدينيه تسمى الانشطه اللي في الاقامه متوجهه بوكو بليس في الكوتي تاع الدين. نسيو نديروا مسابقات رمضانيه، نديروا ساعات نديروا افطارات جماعيه بيناتنا باه نسيو اكزاكتومون باه نسيو نديروا جو عائلي باه ننساو البعد العائله ونعوضوا هذيك الجانب النفسي ترفعوا من الجانب النفسي اكزاكتومون نرفعوا في الجانب النفسي. نديروا مسابقات ونديروا ما شاء الله مسابقات ترفيهيه مسابقات على الدين ثاني نديروا نسيو ندير مسابقات تحفيظ القران تختم القران في شهر رمضان الكريم.